ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت يا ربي، ونسألك بحق لا إله إلا الله أن نلقاك بها يا رب العالمين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها، إخواني لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يسدد إليها إلا إخواني كل فائز ومفلح. قالها ربنا جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوا من؟ رسول الله. فلاحك ونجاحك واستقرارك وسعادتك في بيتك، في عملك، في الشارع الذي أنت فيه، بين أولادك، بين ذوي رحمك، لن يكون إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الرحمة المهداة، أهداه الله لنا، فقال الله لنا في كتابه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخوتي، بكل صراحة وإن شاء الله صادقنا، والله العظيم صادق يا ربي، وأنت تعلم ما يجول في صدري يوم أن بدأنا بإذن الله أن نختار هذا الكتاب، بعد أن تجاوزنا وانتهينا بفضل الله من كتاب تزكية النفوس يا إخواني، وقلنا سوف نختار كتابا لنتحدث فيه يا إخواني ونعيش معه ويعيش فينا، فوفقنا الله تبارك وتعالى إخواني بعد مشورة وبعد أخذ ورد. عارف ليه يا إخواننا؟ لأن هذا الكتاب لن يتكلم إلا عن رسول الله، وما من واحد منا إلا ومقصر في حق رسول الله، فكيف يتكلم المقصر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتكلم المضيع والمفرط والمهمل في سنة النبي محمد؟ لكن والله لولا أن النبي قال: بلغوا عني ولو آية، ما استطاع رجل أن يتكلم عن رسول الله، ولكن هذا أمر من رسول الله أن نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في آخر كلمات له وهو في حجة الوداع، قال: وليبلغ الشاهد منكم الغائب، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الشمائل يا إخواني، ما معنى كلمة الشمائل؟ يعني بمعنى الصفات، الصفات الجميلة البهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يتصل من رسول الله ويتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليه لفظ سنة. فالسنة أيها الإخوة كل ما أضيف إلى رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نبدأ كلامنا في أول لقاء أننا نعترف أيها الإخوة، ليس هناك رجل على وجه الأرض نقلت صفاته بكل دقة كما نقلت صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقلوا لنا أصحاب النبي وجزاهم الله عنا خيرا كل ما اتصل عن رسول الله من صفاته الخلقية بفتح الخاء، اللي هي الصفات اللي هي أخواني الجبلية التي خلق بها النبي صلى الله عليه وسلم. وصفوا لنا شعر النبي محمد، ما لونه، ما طوله، ملمس شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وصفوا لنا الدهن الذي كان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه. وصفوا لنا جبهة النبي محمد. وصفوا لنا حاجب النبي محمد. وصفوا لنا أيها الإخوة في الله عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصفوا لنا لحية النبي صلى الله عليه وآله. وصفوا لنا فم النبي محمد. وصفوا لنا أسنان النبي محمد. وصفوا لنا كتفي رسول الله. وصفوا لنا ذراع النبي محمد. وصفوا لنا طول النبي صلى الله عليه وسلم. وصفوا لنا انسجام جسم سيدنا النبي، صليتم على رسول الله. وصفوا لنا الطول والعرض والقصر والطول، صليتم على رسول الله. وصفوا لنا البشرة،
بشرة حبيبنا سيدنا النبي ما لونها؟ صليتم على رسول الله؟ وصفوا لنا أيها الأحبة أقدام النبي، بل والله وصفوا لنا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا لنا مشية النبي محمد، وصفوا لنا كيف كان يجلس النبي محمد، وصفوا لنا كيف كان ينام النبي محمد. صليتم على رسول الله؟ فجزى الله أصحاب النبي محمد خير الجزاء يا رب العالمين. هل صليتم على رسول الله؟ لا تفطر من الصلاة، خليك على طول وانت جالس بين يدي أن تكسر من الصلاة على سيدنا رسول الله. صاحب الكتاب اسمه الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى رضي الله عنه وأرضاه ابن موسى الترمذي، من بلاد ما وراء النهر بجوار إخواني في الله طاجستان وغستان رضوان الله عليه. ومن أعجب العجب أن يتكلم الأعجمي عن العربي، أن يتكلم الأعجمي عن العربي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله. سيدنا الإمام الترمذي أيها الإخوة الأكارم صلوات الله على سيدنا رسول الله من ترمز، من بلاد ما وراء النهر، وهو أعجمي. ومن الطرفة الجميلة يا إخواني أن أئمة الحديث وأصحاب يا إخواني في الله الحديث الستة المعروفون بالإمام البخاري والإمام مسلم صليتم على رسول الله، والإمام الترمذي، والإمام ابن ماجه، والإمام النسائي أيها الأخوة، وأبو داود، هل تتخيل أن هؤلاء الست كلهم عجم، كلهم من العاجم ما عدا سيدنا الإمام مسلم ابن حجاج رضي الله عنه وارضاه، إنه عربي يا إخواني، ليعطينا إشارة وملمح. ليس لكم فقط النبي يا عرب، ليس لكم أيها العرب النبي فقط، إنما هو صلى الله عليه وسلم. قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ للعرب. طب للمسلمين؟ للمؤمنين؟ لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الأعجمي العلم الأشم سيدنا الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى رضي الله عنه وأرضاه أيها الأخوة يار، أقدم من جمع وصف النبي محمد، وما من عالم في الحديث ولا في القديم إلا ومدح وأثنى على هذا الكتاب، كتاب الشمائل. وكتاب الشمائل أيها الإخوة الأكارم له أكثر من مسمى، مرة يقولون إخواني بعد الصلاة على سيدنا رسول الله الشمائل فقط بالألف واللام، ومرة يقولون شمائل النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. صلينا على رسول الله إخواني، لم يحتاج صلب ضمير على رسول الله، بأبي وأمي صلوات الله عليه. قالوا الأسماء فيه كثيرة جدا، منها كتاب الشمائل، ومنها كتاب شمائل النبي، ومنها الشمائل المحمدية. فالأسماء تنوعت ولكن المسمى واحد، وإن دل إنما يدل على عظيم قدر هذا الكتاب. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة التي بعدها بعد الصلاة على سيدنا رسول الله، ما الفائدة في دراسة شمائل النبي؟ حنقعد ليه يا عم الشيخ؟ عشان نسمع حاجب النبي، صليتم على رسول الله، عن حاجب النبي، عن طول النبي، عن بشرة النبي. طب ولما لم نجلس، ولما لم نجلس حتى نسمع عن صفاته؟ والله قد مدحه يا أخواننا، يا أخواننا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم مدحه ربه في كل شيء كما تعلمون، فكيف لا نتعرف على هذا النبي؟ حرمنا واختبرنا بأننا لم نرى النبي محمد رؤيا العين، ما كحلنا أعيننا برؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طوبى لأصحاب رسول الله، رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوصفوه لنا وصفا يا إخواني بكل دقة كما سمعتم الآن. قبل أن أجيب على ما الفوائد، وقد وصف النبي، وقد وصف أو قد
وصف الله تبارك وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله بأبي وأمي صلى الله عليه وآله، وصفه أكثر من صحابي، أكثر من صحابي وهو يصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذين وصفوا سيدنا علي، ومن الذين وصفوا النبي محمد أم المؤمنين عائشة، ومنهم من وصف كمثل جابر وأنس، وكذلك أبو هريرة، وكذلك ومن أجمل الصفات التي أثرت ووردت وأخبرت امرأة من البدو، امرأة بدوية، ألا وهي مين؟ مين يا إخوانا؟ أم معبد، صليتم على رسول الله. كذلك يا إخواني في الله، هناك من لم يستطع أن يصف النبي محمد وقالها بكل صراحة، ألا وهو سيدنا مين يا إخواني؟ عمرو بن العاص، له كلمات: وأنا أظن في نفسي أن أفضل من وصف النبي هو عمرو بن العاص، حيث أنه لم يستطع أن يصف. عمرو بن العاص قال يا إخواني في الله كلمة غريبة رضوان الله عليه، قال: ما كان أحد، ركز، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله. والله ما كان في واحد أحب إلي من سيدنا النبي. ما كان أحد أحب إلي من رسول الله، وما من أحد أجل في عيني منه، وما ملأت عيني بالنظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ولو قيل لي صف رسول الله ما استطعت وما طقت أن أصف النبي، لأنني ما ملأت عيني من رسول الله إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية من تكلم ما استطاع أن يصف، فمنهم من قال كمثل أبي هريرة: ما رأيت أحدا أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري في جبهة النبي محمد. ومنهم من قال: بل النبي صلى الله عليه وسلم كمثل سيدنا جابر بن سمرة، قال: نظرت إلى البدر في ليلة تمامه اكتماله، والبدر أخاز وفي غاية الجمال، والنبي بين يدي يعني قدامي، فلما نظرت إلى البدر عدت بنظري إلى وجه رسول الله فوجدت النبي أجمل وأحسن من رؤية البدر وأنور صلى الله عليه وسلم منه. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. أيها الإخوة الأكارم، فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في وصف رسول الله. ما الفائدة في سماعنا لكتاب الشمائل؟ قالوا: رقم واحد، أن الإيمان برسول الله واجب، وإلا ما يصبح الإنسان مؤمن بدون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها ربنا تبارك وتعالى في كتابه يا أخواني: بل لا يصير الإنسان مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا إيه؟ رسول الله. طب واحد ما صلى وصام وقام ولم يؤمن برسول الله؟ إخوتي، ليس هناك مسلم ليس هناك مسلم يا إخواني ويدعي بأنه لا يؤمن برسول الله. من لم يؤمن برسول الله فليس بمسلم، ما فيش لعب. صليتم على رسول الله، صلينا على النبي محمد، ولو صام وقام نقول له لست بمسلم. صليتم على رسول الله، لأن من أول أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبقية الأركان أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعن الإيمان قال: أن تؤمن بالله، ها، صليتم على رسول الله، أن تؤمن بالله، ها، وملائكته، ها، وكتبه، ها، رقم ثلاثة، ورسله من آدم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلوات الله عليه. فكذلك لا يتحقق الإيمان ولا الإسلام إلا بالشهادة بأن رسول الله هو رسول الله، بأن النبي محمد هو رسول الله. يبقى من أوجب الإيمان أن تؤمن برسول الله، ولا يكون الإيمان كامل إلا بمعرفتك لمين؟ لرسول الله. وهذه هي الفائدة الأولى
من كتاب الشمائل، صليتم على سيدنا رسول الله. اللهم ارزقنا محبته وشفاعته، واسقنا بيديه يا ربي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. الخصلة الثانية، صليتم على رسول الله أيها الإخوة الأكارم، أن محبة النبي أمر فرضه الله من فوق سبع سماوات. قل إن كنتم تحبون الله اعملوا إيه؟ فاتبعوني يحببكم، يحببكم الله. ولا حب بدون معرفة، كيف تحب من لا تعرف؟ كيف تحب شخص لا تعرفه؟ لأجل ذلك من الفوائد يا إخواني في الله لمعرفتنا بالشمائل يزيدنا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما تعرفت على رسول الله ازددت إيه؟ حبا أيها الحبيب. لما لم يحب النبي؟ وكل ما في النبي جميل، وكل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حسن، صلوات الله عليه. أيها الإخوة، تجول معي في كلمة الحب، كيف حب الصحابة رضوان الله عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه أحد الأنصار فيقول: يا رسول الله، والله كدت أن أموت إن لم أرى وجهك، والله العظيم لو عد علي يوم ولم أرك فيه يا رسول الله خشيت على نفسي من الموت. يا نهار أبيض يا إخوانا. ثم أخذ يبكي، فقال النبي: ولما تبكي؟ طيب لما تبكي؟ والنبي إخواني عنده من الأمور يا إخواني ما لم تكن إلا في رسول الله، هناك خصائص لم تجدها إلا في النبي. عاش النبي محمد ومات وما كسر بخاطر شخص، لا بامرأة ولا برجل، بل ولا طفل. صليتم على رسول الله؟ بل والله ولا طائر صليتم. وسوف نذكر الآن رجلا آخر ويقول: يا رسول الله، صليتم على رسول الله أيها الإخوة؟ يقول: يا رسول الله، قال: نعم، بأبي وأمي صلوات الله عليه. قال له: والله إني لأحبك يا رسول الله، ولكن كيف بي وبك يوم القيامة؟ طب أعمل يوم القيامة؟ سيدنا أنس يسمع من رسول الله الإجابة، هيعمل يد الوقت النبي في الإجابة دي؟ فقال له النبي محمد فيما معناه: قال المرء مع من أحب. المرء مع من، لا أنا عايزك تركز في دي بالله عليك، المرء مع من أحب. فبكى سيدنا أنس بن مالك وقال: أشهد الله إني لأحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وما فرحنا بشيء بعد الإسلام إلا بقول النبي محمد المرء مع من. أنت بتحب مين يا أخي؟ أنت مع نفسك الآن فتش في قلبك، من تجد؟ تجد لعيب كرة، تجد ممثل، تجد سيارة، تجد عدد من المال، تجد زوجة، تجد أولاد. فإذا برسول الله يا إخواني يعطينا يا إخواني الخلاصة عن حبه هو. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صليتم على رسول الله؟ فسيدنا عمر سمع الحديث من رسول الله فقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك أكثر من مالي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي. طب لما قال ذلك سيدنا عمر؟ قالوا مصارحة. مش مصارحة أنه لا يحب النبي، لأن الأمر كان طبيعيا أن الإنسان يحب نفسه، أمر طبيعي. صليتم على رسول الله؟ فقال له النبي: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من إيه؟ من نفسك. قال عمر وقد دمعت عيناه وبكى، قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. كيف لا؟ وعمر كان يغير على رسول الله من نسمة الهوى يا إخوانا. سيدنا عمر رضوان الله عليه يوما كان نائما في المسجد فسمع رجلان يتحدثان بصوت مرتفع. فين؟ في المسجد النبوي. اللهم اجمعنا في الحج والعمرة هناك. أو والله إخوانا هناك النبي يا إخوانا، هناك من وقف أمام النبي،
هناك من سلم سلم على النبي، هناك من سلم أجاب عليه النبي، بل في كل مكان والحمد لله. وصح في الحديث أن ما من أحد يسلم علي إلا ورددت عليه السلام، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بسيدنا عمر يسمع الرجل وهو يتحدث، الرجلان يتحدثان بصوت، قال: يا رجل، أنسيت أنت أين؟ فقال: أي صح أن أعد في المسجد؟ قال: لا، بل أنت بجوار رسول الله وترفع صوتك، أما سمعت ماذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ومن ذكر الشيء كذلك، يوما من الأيام كانت مناظرة بين الإمام مالك ابن أنس إمام أهل المدينة دار المدينة رضي الله عنه وارضاه، الذي قيل عنه لا يفتى، ومالك في المدينة. ناظر من؟ ناظر المنصور، ناظر أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، ناظره، يعني كان بيتكلموا في قضية، فارتفع صوت أبو جعفر المنصور في مسجد النبي، فقال له الإمام مالك، قال: أخفض صوتك، لقد ذم الله قوما رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، فقال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال له: ومدح الله قوما فقال فيهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم ذم قوما قال الله فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لماذا؟ لأنهم كان يقول: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد، هكذا. ولا يليق أبدا أن نقول قال محمد، استغفر الله، بل قل مثلما قال الله: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ما ناداه ربه يا إخواني باسمه مجردا أبدا، وإن كان مجردا جاءت الوظيفة بعده: محمد رسول الله، محمد رسول الله. يا إخواني صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي نزداد في حبنا لرسولنا بمعرفتنا لشمائل وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. ضربوا المثل الأعلى أصحاب النبي، ها هي امرأة كذلك، السيدة نسيبة بنت كعب، يا الله، في غزوة أحد يا إخواني دخلت وقد وضعت في جنبيها سيفين، سيف على اليمين وسيف على الشمال في غزوة أحد. فلما تفرق الصحابة ووقع ما وقع وبدأت السهام تنزل على رسول الله من كل مكان، أيها الإخوة، دفعها الحب إلى أن دخلت بين الصفوف ووقفت أمام رسول الله لتلتقي السهام في وجهها وفي كبدها وفي جسمها، وهي تقفز إلى أعلى وتقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله. فجاء عقبة بن معيط فضربها في كتفها فشق الكتف باللحم فتدلى على الأرض، فوضعت يدها تحت رجلها وفصلت اللحم عن الكتف، أيها الإخوة في الله، أو عن جنبها، وهي تقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله. ابنها عمارة ضرب المثل الأعلى كذلك، لما أرسله النبي محمد إلى إخواني في الله، إلى مسيلمة الكذاب، مسيلمة بعد كتاب لسيدنا النبي، قال له: يا محمد تعال، أنا وأنت، أنت نبي وأنا نبي، والأرض نجعلها بيني وبينك، إيه رأيك نقسم الأرض؟ خذ أنت نص وأنا إيه؟ صليتم على رسول الله وأنت نبي ونعملش مشكلة. الله 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 الله، صليتم على رسول الله، والله قال في كتابه: والله أعلم حيث يجعل رسالته. صليتم على رسول الله،
فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إليه رسالة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. صليتم على رسول الله؟ والله أعلم حيث يجعل رسالته. من الرسول اللي رايح له بالرسالة؟ ابن الست دي يا إخواني. ابن مين يا إخواني؟ ابن نسيبة بنت كعب سيدنا عمارة. فأمسك به مسيلمة الكذاب وقال: وما تقول أنت؟ إيه رأيك في الكلام ده؟ ما تقول يا عمارة؟ هو في قبضة من؟ رجل جبار مفسد ادعى النبوة، كافر، مجرم بمعنى كلمة مجرم. قال: ما تقول؟ فابتسم وقال: أقول مثل ما قال النبي رسول الله. والنبي مسيلمة كذاب، هنلف على بعض هندور. صليتم على رسول الله؟ فقيل: إخواني صلبه فقطعه وهو حي من أجل أن يسمع كلمة ترضيه. أي كلمة ترضيه؟ أن يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حبهم، هكذا كانوا إخوان. لما يا إخواني؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان للكبير كمثل الابن، وكان للصغير كمثل الأب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني سبحان الذي أبدع فيه وفي خلقه. إذا ما رأيت رسول الله، وأسأل الله ألا يحرمنا من رؤيته في المنام وأن يجمعنا به في الجنة يا رب. إذا رأيت النبي وهو يتحدث مع أي شخص كأنه يعرفه من سنين، كان إذا صافح أمسك باليد ولا يترك يده حتى يترك الذي أمامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر سلم على الكبير وعلى الصغير، بل كان يجالس الأطفال كمثل ما صنع مع مين؟ مع سيدنا مين؟ عمير أخو سيدنا مصعب ابن عمير. سيدنا عمير ده إخواني طفل عنده 4 سنين 5 سنين، يجلس النبي كلما مر عليه فوجده في الطريق فيجلس النبي على الأرض ويقول له. سيدنا عمير ده كان معاه طائر اسمه النغير، كان عنده طائر صغير كده، كان يلاعبه ويؤكله. فكلما مر النبي يقول له: كيف حالك يا عمير؟ يقول: بخير يا رسول الله. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض يا إخواننا، أخبارك النهاردة يا عمير؟ أي أخبارك النهاردة؟ يا ده الواحد بينسى يقول لأولاده كده يا إخواني. صليتم على رسول الله؟ ربما يمر عليه الأسبوع ولا يتفقد الوالدة ولا يتفقد أولاده ولا يتفقد إخوته. سيدنا النبي كلما يمر يقول له: آه عمير كيف حالك؟ يقول له: بخير يا رسول الله. ويقول له: كيف حال النغير؟ طب النغير الصغير ده أخباره إيه؟ يقول له: يا رسول الله بخير يا رسول الله. فمر يوما النبي محمد فوجد عميرا اللي هو عنده 4 سنين ده جالس وقاعد وحزين. فجلس النبي على الأرض، قال: ما بك يا عمير؟ ايه فيه؟ ما لك النهاردة يا عمير؟ ايه اللي حصل النهاردة؟ مش عادتك دي يا عمير؟ والطفل كان إذا الطفل عامة لما بيضحك كده تحس في نور طالع من وشه كده حلو يأخذ بقلبك كده، خاصة في السن ده 4 سنين و5 سنين ده بنتك تجعل لك كده حاجات في دماغك وانت مروح البيت. بابا بابا تجري عليك وتشد في لحيتك وتشد في ودنك وتركب عليك وتبهدلك وتعمل حاجات جميلة يعني. صليتم على رسول الله؟ ولما تبدأ كمان فعلا البنت تركز معك ويقول لك: والله أنا بحبك. يا السلام، تحس قلبك طار. صليتم على رسول الله؟ فالأطفال عندهم من الأمور دي. فسيدنا عمير الآن حزين، فجلس النبي يواسيه، قال: ما بك يا عمير؟ قال: يا رسول الله، بصوت منخفض ضعيف حزين، قال: يا رسول الله، لقد مات النغير يا رسول الله، الطائر بتاعي مات والله يا رسول الله، فما تركه النبي حتى أخرجه من حالته. قاعد يواسيه يعني بالمعنى كده: إخواني معلش، وده قضاء الله وكل حيموت. سيدنا النبي يا إخوان لازم تتعرف على النبي، وربما تعلم بوجيعتي وتعلم بهمي، ولكن لا تسألني. ربما يكون أقرب الناس إليك عنده مشكلة، والشيطان يسوي لك: اوعى، متعودوش عليك وتعملش كذا.
هذا هو النبي محمد، صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي محمد يا إخواني شخص يحب، جميل يا إخواني، صليت على سيدنا رسول الله. وكذلك أيها الإخوة الأكارم، من فائدتنا لدراسة كتاب الشمائل رقم 4 أي إخواني، لأن النبي قدوة، لأن النبي إيه؟ قدوة، فواجب عليك أن تعرف قدوتك. وقال الله لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صليتم على رسول الله، وذكر الله كثيرا. لأجل ذلك إخواني، يوم إذا أردت أن تضيع جيل يا إخواننا، ضيع القدوة، إذا ضاعت القدوة ضاع الجيل، وإذا وجدت القدوة كمثل يا إخواني في الله، القدوة ده عبارة عن عربة القاطرة، شفت القطار كله ملكش لازمة، صح ولا غلط؟ صح ولا إخواننا؟ بدون الإيه؟ بدون العربة الأولى، لو فصلناها كيف يكون الحال؟ وقفت. طب لو أننا وصلناها تحركت، قطعناها. هكذا يا إخواني، إن فصلونا عن رسول الله متنا، إن فصلونا عن رسول الله ضعنا، إن فصلونا عن رسول الله تخلفنا. إن إخواني أفضل تقدم يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما ترى قدوة مزيفة إلا النبي محمد. لذلك إن غابت القدوة اتخذ أولادنا إخواني في الله قدوة غير القدوة، وهذا ما نراه يا إخواني. انظر إلى أولادنا إلا من رحم ربي، كم عانيت أنا وأنت عشان ابني بيحلق الحلاقة الفلانية، تقول لي يا ابني ده حلقت ايدي يا ابني، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عانينا أنا وأنت عشان البنطال اللي نازل، وارفع بنطلونك أرجوك لله ارفع بنطلونك، مش هذا ما نراه في أولادنا يا إخواني؟ غابت القدوة، لأن ما تكلمنا مع أولادنا. وحاجة تانية يا إخواننا، كلنا الآن معترفين، قولك أولادنا خطأ، لا يا أخي، ركب الخطأ شوية عليك. أين كنت أنت لما كان هذا الطفل ابن 4 سنين وخمس سنين وست سنين وسبع سنين ثمان سنين 10 سنين 11 سنة؟ أنت داخل على الخطر، داخل على فرحة، على فترة المراهقة، ابني ممزق. كما قلت لكم، كان لنا زمان يا إخواني جمعة ابني ضحية وليس جاني، ابني مجني عليه، ليس بجاني يا إخواني، مجني عليه، مجني عليه مما يراه ابني الآن. جهاز صغير يا إخواني هكذا، مهما جلست بجواره هذا الجهاز يا إخواني يطلعه 10 دقائق ينسيه ماذا قلت أنا له. وليس العيب في الجهاز، جهاز كمثل أي جهاز، جهاز عليه قال الله وقال رسوله، وكذلك فيه يا إخواني قال فيه الشيطان وقالت فيه الشياطين. هذا الجهاز، صليتم على رسول الله، كمثل التلفزيون، في قناة يا إخوانا فيه ما من القنوات ما تزيد في إيمانك، تسمع قنوات دينية تسمع يزداد إيمانك. طب دخلت في الأكشن وغير الأكشن وتلك المصائب يا إخوانا في الله، كيف يكون حالك؟ ماذا ترى ولدك؟ وبكل صراحة لا أنت عندك وقت ولا الزوجة عندها وقت، وإن وجدنا الوقت لم نجد المعلومة. طب قعدت مع ابنك هتقول له ايه؟ فاقد الشيء يا اخواني ايه؟ لا يعطيه، صليتم على رسول الله. لأجل ذلك افضل حضانة عرفت في تاريخ أمة النبي المسجد، المسجد حضانة يا اخواني يخرج منها العباقرة، ادفع به. عشان كده ما فيش حاجة بتنغص عليا في حياتي في مجال الدعوة، يوم أن نرى إنسان يا إخواني في الله ينهر، أو يا إخواني يكشر، أو يا إخواني يتعصب، أو يغضب على طفل في المسجد، لا أسمح له أبدا إخواني إلا وعاتبت وتمسكت وربما أحرجت الشخص. ولو لقد كنت أنت ذلك من قبل، ما كنت أنت إيه؟ ما كنت أنت طفل، ويمكن كنت مر المر في المساجد اللي حواليك. ولا تخف، إن دخل هنا بإذن الله مهما انفصل ومهما اعترضت عليه الأمور سوف يعود مرة أخرى، لأن الله قال تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج
نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أي شجرة إخواني من الشجر، قوية الجذع أصلها قوي، مهما تميل الفروع بتاعتها متماسكة ولا ساقطة؟ متماسكة، لأن الأصل بتاعها. قد تجد شجرة تفرش حركة إيه؟ 100 متر ولا 200 متر، شجرة كده وما شاء الله، وأصلها إخواني في الله قوي، فالفروع كلها متماسكة إن شاء الله رب العالمين. صلينا على رسول الله فهو القدوة. لأجل ذلك يا إخواني إن حققنا النبي قدوة لنا، والله العظيم لاستقر الناس وسعد الناس في دينهم ودنياهم يا إخواني. لأجل ذلك الصحابة قلدوا النبي في كل شيء، قلدوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يا إخواني رضوان الله عليهم. ولو ضربنا على ذلك الأمثلة لوجدنا الكثير يا إخواني في الله. هذا هو ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، صليتم على رسول الله، وجدوه يمشي بمشية غريبة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن عمر لما كان يمشي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير من خلف رسول الله، فيقول عبد الله انت بتعمل ليه كده؟ سيدنا عبد الله بن عمر، يعني الواحد لما يحب يمشي مع واحد يمشي ايه يعني يمينه يعني عن يساره، اما ابن عمر فكان يمشي خلف النبي. قالوا لما؟ قال لأضع رجلي مكان رجل رسول الله فأكون اقتديت برسول الله في مشيته. وحنعرف كيف يمشي النبي محمد، كان يكتفئ النبي محمد لما شوف النبي وهو ماشي، قالوا كأنك تراه ينزل من أعلى، وانت شايف سيدنا النبي وهو ماشي تراه أنه ينحدر من أعلى. لسه ده إن شاء الله كل هذه الصفات هنتكلم عنها بإذن الله رب العالمين. سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه يا إخواني كان النبي على منبره كان يعلو صوته ويحمر وجهه وهو يعظ يا إخواني، فكان يهتز المنبر، فكان ابن عمر باسط قد يديه تحت المنبر. قال لما؟ قال أخشى أن يسقط النبي من على المنبر فأكون أحمله. صليت، شفت الناس بتفكر إزاي؟ حبهم واقتداءهم برسول الله. هذا هو عبد الله بن مسعود، صليتم على رسول الله والنبي داخل المسجد يقول اجلسوا، فخرج الصوت خارج المسجد، فعبد الله بن سيدنا عبد الله بن مسعود ففي الشارع وراح قاعد كده على جنب كده، والشمس حرارة إخواننا في الله. فلما قضى النبي حاله خرج النبي فوجد مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود جالس ويتصبب عرقا. قال لما فعلت ذلك يا عبد الله؟ قال يا رسول الله لقد سمعتك تقول اجلسوا، فجلست خفت أن أتقدم أو أتأخر فأكون عصيت رسول الله. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ترجم الحب إلى قدوة وعمل، كيف ذلك؟ من أغرب ما سمعت في مجال الحب. فاكرين سيدنا عمر لما قال لأنت أحب إلي رسول الله حتى من نفسي؟ لما تولى الخلافة سيدنا عمر وكان وأصبح أميرا لأمة النبي محمد في إحدى الغزوات، وكان أكثرها شباب الغزوة، فبدأ سيدنا عمر يقسم الغنائم، يعطي فلان ويعطي فلان ويعطي فلان، وكان من بين الشباب المشاركين في الغزوة سيدنا أسامة ابن زيد وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. فبدأ النبي سيدنا عمر يقسم، فأمر سيدنا أبو بكر بأن يعطى أسامة بن زيد 3000 درهم أو دينار، 3000، ركز بالعدد. قال أعطوا أسامة 3000 وأعطوا عبد الله بن عمر 2500. نقص كام؟ ده ابن مين ده؟ الأيام دي معكوسة، صح والغلط؟ ابن صاحب المسألة ياخد أقل من الواد اللي شغال معنا في المطبعة ولا شغال في الورشة؟ أبدا. وعمر لا أحد يجر أن يسأل عمر أساسا. لكن من لما فعل ذلك عمر؟ فغضب سيدنا عبد الله بن عمر وذهب إلى أبي وقال يا أبي ماذا فعل أسامة بن زيد حتى تميزه علي؟ عايز أسأل بس، عايز أعرف. لقد صنع مثل ما صنعتنا زينا، وكنا احنا اثنين قاتل، وممكن أنا كن قتلت أو أنا اللي قتلت. يا رسول الله، يا أبي لمن تفضلته علي؟ تعال شوف سيدنا عمر كيف ميز سيدنا عبد الله بن عمر.
سيدنا أسامة بن زيد، لما ميزه؟ أمر خطير جدا، ميزه بالحب. كيف بالحب؟ قال: يا عبد الله. قال: نعم يا أبي. قال: إن أباه، اسمع، شوف 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 سيدنا عمر راح فين يا إخواننا. قال: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أباه أكثر من أبيك. أول ميزة، أول ميزة يا إخواننا، إن رسول الله كان يحب إيه؟ أباه، اللي هو أبو مين؟ أبو سيدنا، اللي هو سيدنا زيد بن حارث، كان يحب أباه أكثر من أبيك، أكثر من أنا. وأشهد الله، الشهادة بتاعتنا إيه؟ إن أسامة لأحب إلى رسول الله منك. يا نهار أبيض، تميزت بالحتة دي؟ ميزنا لك. حولوها إلى قدوة، فالكلام كثير في حب رسول الله. احنا ما عندنا مثل لحب النبي يصلي عليه الصلاة، لكن احنا بنحب النبي الله يفتح عليك يزق، مش عارف يزق ازاي يعني، بس حلوة. لحب النبي يزق؟ لا يا اخوان، اللي يحب النبي يتبع النبي. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأجل ذلك من فائدة شرحنا بإذن الله تعالى لكتاب الشمائل، معرفتنا إخواني وقربنا من رسول الله، وأنه هو القدوة لنا صلى الله عليه وسلم، ومن تخلف عن رسول الله تخلف عنه كل شيء. صليتم على رسول الله؟ قالوا: كذلك من معرفتنا للشمائل، قالوا: لتتعرف على أخلاق النبي فتصبح منهج حياة لك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الناس. يا إخوتي، ما من صفة جميلة إلا وتربى على عرشها النبي، كبيرة أو صغيرة، والأمثلة على ذلك كثيرة. أرحم الناس هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الناس هو رسول الله، أأمن الناس هو سيدنا النبي محمد، أجود الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في بداية الكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كسر بجابر خاطر أحد أبدا، صح ولا غلط يا إخواني؟ ده حتى في حتى مع العصاة ما كان يكسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط، ولا كان صلى الله عليه وسلم يا إخواني في الله يعنف ولا ينهر ولا يغضب، إنما كان يداوي ويعالج ويجبر بالخواطر. وتحضرني في ذلك قصة لأول مرة أقرأ عنها، وهي عند الإمام أحمد وكذلك عند الإمام الهيثمي وغيرهم، وهي صحيحة بإذن الله. صحيحة رجل يسمى يا إخواننا اسمه خوات ابن جبير، قصة غريبة جدا تعطيك كيف كان يتعامل النبي تعامل الشعور، شعور النبي صلى الله عليه وسلم نحو الآخرين. سيدنا خوات يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلنا فاسترحنا، فدخل النبي إلى خيمته، دخل النبي إلى خيمة له، فدخلت أنا كذلك خيمة لي، فخرجت، دخلت وطلعت، فوجدت مجموعة من النساء يجلسن، في شوية سيدات كده قاعدين تحت الشجرة قاعدين مع بعض. فيقول: فلما رأيت النساء، هو شاب سيدنا خوات شاب، فدخلت فلبست حلة، شيكت شيك حلو كده، صليتم على رسول الله، ودي موجودة يا إخواني في الله، أنت تلبس حلو عشان الناس يقولوا عليك حلو، صليتم على رسول الله، يقول لك كل زي ما أنت عايز والبس زي ما إيه يعجب الناس. والله معلومة يا إخوان مش عارفة صح ولا غلط، الناس أصدق أزواج، اللي يعجب الناس أنك تنزل بنطال، تنزل بنطال طيب؟ المقطع والمخربش والممزق وهلوم جرة دي هنلبسه عشان يعجب الناس؟ لا يا أخي، أولا أن يوافق دينك، أن يوافق الشرع، أن يوافق أنك الذي يراك يعرفك من أتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما أجد رجل أنا يا إخواني في الله السلاسل سلاسة على صدره،
ويجد في يده في أكثر مش عارف أكثر من غويش إذا صح التعبير بيسموه حظاظة ومش عارف إيه صلاة وحلقين صليتم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشعر كده عامله بفلونكة كده ورميه دي الحصان صليتم على رسول الله. قول لي ده هقول له إيه؟ أولا هتسأل تقول له لو سمحت لي سؤال وأنت حضرتك واحد راجل ولا واحد ست صليتم على رسول الله؟ مش هتسأله كده؟ أول سؤال. ومعاي تاني عمي أو التأول والتكتوك الحلو ده يا أخوان تكتوك حلو ده أخذ تكتوك يعني صليتم على رسول الله ارزع التكتوك هنا وعلى صدره وافتح الزراير بتاعت القميص إلى السرة يا إخواني أين النبي؟ أين هدي النبي؟ وإياك أن تظن أن اتباعك للنبي أو أن التزامك بالشرع أنك تحرم الحلال. لا يا إخواني لا أبدا يا إخواني. روح المصيف وتستمتع بما أعطى الله تبارك وتعالى ولكن في حدود الشرع. جميل يا إخواننا. والظاهرة الآن التي ظهرت بين شبابنا عملية الشرط دي يا إخوان. شرط يا إخواني في الله ما يجيش 10 سم كده أو 20 سم. أما علم هذا أن عورة الرجل من السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة ويطلع كده يا إخواني في الله. ده هو كمان لبس يا إخواني نص شرط ومخربش كمان. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد تاني لابس بنطلون ومخربش ومقطع وتظهر تلك المنطقة وممكن يخش يصلي بي. أنا أقول له لا عورة الرجل من السرة إلى ليه؟ إلى الركبة. يا أخي لا أكلمك عن حلال ولا عن حرام وإن كان هذا ما دون الركبة فحلال يا إخواني في الله. اللي غيت الركبة ده تمام. طب ما فوق الركبة أنت يا أخي مخالف. عورة الرجل عورتك مكشوفة. صليتم على رسول الله لا تصح لك الصلاة بل قالوا أنه من المروءة. من المروءة يا أخي إنك أنت تنزل الإيه البنطلون أو عفوا الشورت إلى ما بعد الركبة. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الإخوة الأكارم يا رب اجمعنا مع سيدنا النبي. إحنا كنا بنقول إيه بموضوع الشورت ها؟ هذا الصحابي سيدنا خوات رضي الله عنه وارضاه فلبس حلة كلمة حلة حتى من التحلية حتى من التحلية يا إخواني ليس ما يراه الناس إنه هو الحلو ما يراه الشرع يا إخواني هو الحلو. فسيدنا خوات لبس حتة الجميلة بتاعته فخرج ركز وجلس بجوار النسوة وأخذ يتحدث معهن. سيدنا مين ده اسمه؟ خوات ابن جبية. فخرج النبي محمد فوجد مين؟ سيدنا خوات جالس بجوار مين؟ النساء. فقال النبي محمد وكان كل من رأى النبي أهاب النبي. أخوتي النبي له هيبة ليس بعدها هيبة. قال النبي يا خوات. قال نعم يا أبا عبد الله. قال نعم يا رسول الله. قال ما الذي أجلسك؟ ما الذي أجلسك مع النساء؟ وقد يا إخواني في الله حذر النبي من الدخول على النساء. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو اللي هو حمو هو أخوك أخو الزوج ينفع روح له البيت لأخويا وهو مش موجود؟ لا يجوز شرعا يا عمي ده أخوه. لكن الله يا عمي ده لو شافه غلط. كم من ديون كم من حدود يا إخواتي يا إخواتي يا إخواتي الكرام اجتازوها بتلك القضية. ولك لو شافها مش عارف عريانة وشكا لا يجوز. ده كمان الطامة الكبرى لما الزوج يوبخ الزوجة يعني كان حركت ما خلتيه يدخل. لا ما يدخلش الدين يقول لا. قال الزوج أو قالك ما ينفعش. طب ده سنه في سن أبوها ولا في سن جدها ما ينفعش ولا في جد جدها ما ينفعش. الرجل رجل والمرأة امرأة. يا رجل ده النبي سيدنا يا رجل سيدنا يوسف يقول إلا تصرف عني كيدهن. ده مين ده وانت تقول لي ده رجل مؤدب والله ما ده رجل محترم. يقول لك يا حبيبي ده سيدنا يوسف. قول والله ده رجل فاضل وعمر. يا عم ده سيدنا يوسف. تروح تقول يا عم سيدنا يوسف
عرض يوسف مين؟ هو الذي قال عنه النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سلالة النبوة، يوسف نبي، أبوه نبي، أبو أبوه نبي، أبو أبوه نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يا ريت جد الأكبر إبراهيم خليل الرحمن، ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صليتم على رسول الله؟ أيوة يا إخواني. قال معاذ الله قضية، لكن سيدنا خوات يا إخوان لما جلس قال له النبي ما الذي أجلسك؟ يعمل إيه؟ فهاب النبي فتلجلج واختلطت عليه الكلمات كله دخل في بعضه. قال رسول الله لقد شرد جملي، الجمل بتاعي الجمل شرد يا رسول الله، وأبحث له عن زمام، ده كنت بدور على زمام يعني عقال لي أو أي حاجة، صلينا على رسول الله كنت ببحث له على أي حاجة من الحاجات دي. فقال النبي أشرد جملك؟ قال نعم. يعمل إيه النبي محمد؟ هل يوبخه؟ قال له من عارفك طول عمرك أنت بتاع، ينفع يقول له كده؟ ما هو الراجل راجل برضك والست ست، ما الواحد بيحن الأصل. والله ده كلامنا ده صح، لكن ما كلمه النبي ودخل. شوف خلق، شوف لفائدة ان احنا نتعرف على الشمائل، نتعرف على الأخلاق العالية دي. فدخل النبي إلى الأراك الشجر فقضى حاجته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى خوات. سيدنا خوات لسه منتظر النبي، لسه ما دخلوش المدينة، هم ده كله في الطريق ده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته صلى الله عليه وسلم تقطر ماء، توضى وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، فقال يا خوات، شفت الحتة دي اللي جاية دي، يا خوات ماذا صنع شراد جملك، الجمل اللي هو شارد دفينه؟ فمعرفش يجاوب، وهو في الطريق مشى مسافة. النبي فقال يا خوات ما حال شراد جملك؟ حتى دخل النبي فين؟ حتى دخل المدينة. فلما دخل المدينة وسيدنا خوات روح بيته اختفى عن نظر رسول الله فترة من الأيام. شفت بالله عليكم يا إخواننا. فيقول خوات فاختبأت وتداريت عن رسول الله عشان ما يرنيش، عشان ما يذكرنيش بالقصة دي. فيقول فاشتقت يوما أن آتي إلى المسجد، فتحينت الفرصة أن لم يكن فيها موجود فين؟ سيدنا النبي. سيدنا النبي موجود يا جماعة؟ لا مش موجود. فيقول دخلت في ساعة ليس فيها أحد وبدأت أصلي الله أكبر، فبينما أنا في الصلاة إذا بأمر يحدث، ألا وهو يخرج النبي من إيه؟ من حجرته صلى الله عليه وسلم، فلم يجد إلا من؟ خوات واقف بيصلي. فجاء النبي بجواره وجلس، طبعا انت واحد قدامك هتشوفه ولا مش هتشوفه؟ فرآه سيدنا خوات فيقول هو فنويت إطالة الصلاة حتى ينصرف النبي محمد. شفت لو واحد كده جاي عايز ياخد الإيجار منك صليت مع رسول الله، أو محصل النور على الباب مش عايز خلص. الشاهد الشاهد أيها الإخوة الأكارم، فإذا بسيدنا خوات يطيل في الصلاة، فإذا برسول الله يقول له يا خوات أطل أو لا تطل، لن أنصرف حتى تقضي، لن أنصرف حتى تقضي يا خوات. وبالفعل أيها الإخوة قال خوات والله لا أصدقن مع رسول الله، والله لا أصدقن مع رسول الله، ولا أبرئن ولا أبرؤن من البر صدره صلى الله عليه وسلم. فسلمت، قلت أدم خلاص، أدم تقول الموضوع كده إن شاء الله، أدم خلاص اتعرف. فيقول فبعد أن سلمت فدخلت على رسول الله فقال لي يا خوات، قال نعم، قال ما فعل تاني برضك؟ تاني برضك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده مما علمه الله إنه هو الصادق، صح؟ أنت قاعد لي مع السيدات؟ قال له والله ده الجمل ضاع مني. يا نهار أبيض، الجمل بتاعك هو اللي جري؟ وبدور له على حبل وبدوره مع السيدات؟ صليتم على رسول الله؟ فإذا برسول الله
يقول له: يا خوات، ما فعل شراد جملك؟ قال: يا رسول الله، والله منذ أن أسلم ما شرد لي جمل أبدا يا رسول الله. اعترف هنا ولا اعترفش؟ مش محتاج يكمل، لأن النبي كله حياء، كله جبر خواطر. عارف سيدنا النبي عمل ايه؟ ما قالوش يا اخواني كما يقول لأي واحد فينا عشان يعتذر، ولا اصلا طول عمرك انت كده وانت، ويعنفه. انما ايها الاخوة الاكارم، اذا برسول الله يقول: اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. الفوائد كثيرة جدا في معرفتنا للشمائل، وسوف نسمع فيها كلام اخواني ربما لأول مرة في حياتك تسمعه. والنبي اهلا، النبي اهلا، ورب الكعبة اننا نتعرف على سيرته، ونتعرف على أخلاقه، وأن نتعرف على أحواله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله رب العالمين نكمل في كل يوم بإذن الله عن شمائل النبي صلوات الله عليه. أيها الإخوة الأكارم، سيدنا النبي محمد حق لنا أن نجلس لنسمع عنه. والله أحبكم في الله، وأسأل الله رب العالمين أن يرزقنا محبة النبي محمد، وأن يرزقنا حسن الاقتداء به. وأسأل الله أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا يجعل للشياطين ولا للكافرين عليه سبيلا. والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.